يا اطفال بهذا الراس الدجاجة يمدينا نحقق لكم امنية واحدة. والله نبغى نروح دبي. طيب لازم تطلعوا صوت الدجاجة وتنطوا. اجواء الشتاء في دبي خرافية، عيشوا معنا المغامرة. عند الشلالات هنا حطوا بط كثير، هنا شوف ايش هذا. يوسف يوسف لا، بيحاول ياخذ واحدة. لا يوسف لا، ممنوع يوسف اخذ واحدة. كل شيء يرجع بيحاول ياخذ واحدة. لا 25 سنة من الحماس والاجواء الرائعة في مهرجان دبي للتسوق. ترى ما حنشتري شيء يا اطفال الا نبغى هذا الدوب. لا بابا ابغى هذا. لا مستحيل. لا مستحيل. يوسف قوم يوسف قوم يوسف قوم قوم. خلاص اشتري لك اللعبة. قوم قوم قوم. قوموا قوموا. طيب حشتري لك بالعاب بس قوموا. تفاصيل جميع الأماكن اللي زرناها بدبي أسفل الفيديوهات. ايوه افتحوا طبعا. كيف حتاكل؟ اذا مسكتوا 10 اوراق بتي جوا حتفوزوا بجائزه. يلا كم؟ ما في شك حتى واحده. موجه في بوكس. اوه طاحت. شوفوا كيف ما تركز، شوفوا عندها جمهور. 14 ياي. ايمان جوت 14. ايوه 14. تاخذ جائزه كمان. شوف ايش اشتريتوا، ايش الدلع هذا؟ 6 دونات بينكم انتوا ثلاثة؟ خليني اجرب. حكم الديناصور. انا كنت مشترك في قناتكم قبل ما اموت. طبعا احنا في الفضاء. لا دبي. تقدر تصوروا عند هذا القلب اللي تحت برج خليفة كذا. عرض النوافير الحين راح يبدا، كلهم راح يركزوا في العرض. خلينا نشوف مين منا يقدر يصرف انتباههم. خسرنا، ما حد لازم فينا. طلع مو بس عرض نوافير هنا، حتى عرض على برج خليفة حاطين. بيحاولوا يهبوا هذا، لكن شوف هناك طلع في ممشى فوق البحيرة هنا عند النوافير، ممشى طويل، كأننا ماشيين على اسفنجة. احنا أحسن مكان تتفرج على عرض النوافير. اتبلل! اتبلل! حياة جديدة وسعيدة. احنا في دبي. اصحى جاهز؟ صباح النشاط. تأكدين جاهزين تطلع فوق لهذيك المنصة؟ شكلها مرة عالية. يقول تقدر تاخذ صورة اللي هي تحطها في البرواز. جلسة تصوير لإيمان. متحمسين الله. زين المتحف البسيط هنا عند برواز دبي. مدخل هذا مدخل ما ادري ايش بخور. فينكم يا اطفال؟ في الصحراء؟ كاننا في قريه قديمه. بسرعه امشي هناك، يلا بسرعه امشي. لوحه هذه اللي جربتها تاخذ جائزه. يلا ما في شيء. تصدق فارس. يلا ما في شيء. كويس في شباك يمديكم تناظروا برا وانتم طالعين فوق. او ماي جاد مره خطير. بس بخايفين تطيحوا. شوفوا في نمل تحت. شوفوا لا هذول بشر. لا هذول نمل. تبغي؟ يلا اعطينا كيوت فيس. حتى انت تبغى. بقوه بقوه. طاحت هاي طاحت قويه. اوه انا تورينا عضلاتك. اه وين عضلاتك؟ الا عندك عضلات كثير هنا. الوان البسك كيف تتغير؟ خلاص نازلين تحت. استمتعتوا؟ ايوه. دخلنا غرفة فيها شاشة حولنا كذا. ارمي الكورة فوق. جو.
فجأة جات كورة مرة كبيرة عند أنس، أعطيني هي، أخذتها منه راحت طيرتها فوق. لازم تلبس هذه أنس. احنا مطعم وايت اند بير، الميزه ان فيه انشطه حلوه للاطفال. شوف البيتزا حق انس كيف جاب صحن كذا. اوه بيضحك انس، يحب العسل البرتقال فمبسوط حاليا. تلون الفواكه، تحط ديكورات على البسكوت هنا. انس شفت هذا؟ هذا هذا ترى يوسف شرب من عصيرك. يقول هذا المكان جدا ممتاز للاطفال. يقول هذا اكثر شيء كيوت شفته في حياتي. خلاص يا اطفال جننتوه. ما في شيء في يدي صح؟ طيب ما في شيء. ايوه في شيء جوا. ايش هذا اللي بيطلع؟ اوه بيطلع فلوس من راسك. ها كل ما نيجي دبي نكتشف اماكن جديده. هذا المكان فتح من قريب اسمه اي مانياكس، روعه. يلا شوف مين يطيح الثاني، شوف مين يطيح الثاني. اوه يوسف يلا اثبت، يلا بسرعة. سنور يا اخوان، ايمان يلا ايمان، ايش بك وانت رايحة؟ فين يوسف راح؟ يوسف اختفى. كبر المكان كيف؟ هذا فوق. اوه ماي جاد، ايش اللعبة هذه خطيرة. اوه ايمان اوه يلا معركة شرسة. دام يتهابسوا مع بعض هم اثنين. متابعين الله يحفظهم. يلا لازم يلحق اللي فوق. لحق البنت الخضراء. ايمان لحقتها الزرقاء. يلا لازم تحاول تمشي على هذه بسرعة كذا. مرة صعبة ليوسف. يوسف علق. استنوني يا اطفال، استنوني. شوف يوسف حاول يطلع، احلى حبل. يلا اطلع فوق. صعب. بسم الله الرحمن الرحيم. طلع فوق مرة. ايمان مرهقة لكن المكان جدا كان روعة، لا يفوتكم اذا جيت دبي. ها فين جينا؟ فين اول ديناصور؟ اوه على طول اول ما دخلنا شفنا ديناصورات كثيرة. ديناصور اكل الاطفال. تبي لا تقرب من البيض عشان امهم جنب البيض. ها لماذا ولا تاكي؟ لا لا حاخذ ايس كريم الحين. تاكي تاكي كسر البسكوت. لا تمسك هذا، ها في كهرباء. كهرباء اخذ عناك. حلوه ايمان حلوه. هذاك الاكل الثاني. في كثير ديناصورات في الحديقه الكبيره. يقول هذا حقيقي؟ لا صدقت انه حقيقي؟ يقول لازم حقيقي يكون حقيقي. شوف هذا ديناصور مره كبير. مرة حزينين لأنه جاء نيزك وقتل هذه الديناصورات اللي هناك. شوفوا. لا تبكي أنس معليش، لا تبكي مان. في الصباح احنا كنا هناك بالبرواز. هنا
شوفوا في بيبي ديناصور طلع شوفوا. اوه زعلانين عشان ديناصور اكلهم مره ثانيه. خرجونا يا عيال. يا كبر جمجمة التيركس ها؟ أكبر منكم كلكم الثلاثة. يطلعوا فوق هناك مبسوطين عندهم يمسك الديناصور من هنا. كأنه صوت بقر صح؟ مو صوت تيركس. مو تيركس. يقول هو مريض. في نفس المكان عند الديناصورات في دبي جاردن جلو مجسمات كثيرة تتولع في الظلام. فين الأطفال دائما يشردوا بالذات يوسف؟ فين إيمان ولا أنس؟ تعرف ايش لازم تسوي لما تكونوا تحت القلب؟ تحضنوا بعض تقول احبكم. يلا يلا. عنده اجنة على الفراشة. كل ما نمشي نقول واو واو واو. بيجروا ورا القطار عشان يركبوا عليه. دخلنا نفق. روعة روعة. نهاية يوم جميل في دبي. لا يفوتكم غدا عندنا نشاط جدا جميل متحمسين. ايوه.